بعد الحرب العالمية الثانية عقد أول اجتماع عربي في مايو 1946، والذي عرف بقمة إنشاص الطارئة بالإسكندرية المصرية بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، ليكتسب هذا المؤتمر صفة القمة العربية الرسمية سنة 1964 في القاهرة. حضرت القمة 12 دولة. في الدار البيضاء في المغرب عقدت قمة 13 من سبتمبر 1965 بمشاركة هذه الدول، وقاطعت تونس القمة بسبب خلافتها مع مصر. في سنة 1967 جاءت القمة العادية العربية الرابعة، والتي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في أوت 1967، ثم قمة الرباط 1969. في 26 من نوفمبر 1973 احتضنت الجزائر بقيادة بومدين لأول مرة القمة العربية، لتنضم موريتانيا إلى الجامعة العربية. وعقدت القمة العربية العادية السابعة في الرباط في أكتوبر 1974، والتي حضرتها كل الدول العربية. في 1976 عقد مؤتمر القمة العربية العادي الثامن بالقاهرة، لتحتضن تونس سنة 1979 القمة العربية العادية، وقاطعت القمة مصر بسبب الخلاف مع بعض الدول العربية بسبب اتفاقية كامب ديفيد. الأردن في نوفمبر 1980، وقاطعته مصر بسبب الخلاف مع بعض الدول أيضا بسبب اتفاقية كامب ديفيد، ولم تحضر الجزائر وسوريا والسلطة الفلسطينية ولبنان واليمن الجنوبي. عقدت القمة 12 على مرحلتين، الأولى في نوفمبر 1981 والثانية في عام 1982 بمدينة فاس المغربية، والتي حضرتها جميع الدول العربية باستثناء مصر. في عام 2002 عقدت القمة في بيروت في نسختها 14، حضرته 22 دولة. في مارس 2003 عقد مؤتمر القمة العربية العادي 15 في شرم الشيخ بمصر، والتي حضرته 22 دولة عربية. ليعقد عام 2004 المؤتمر 16 بتونس، والذي حضره كل القادة العرب أيضا، لتعود الجزائر مرة أخرى وتحتضن مؤتمر القمة العربية العادية 17 سنة 2005، والتي حضرته 22 دولة عربية. سنة 2006 عقدت الدورة 18 في الخرطوم بالسودان، والتي لم يغب أي من القادة العرب عنها. السعودية استضافت القمة سنة 2007، والتي لم تشهد غيابا للقادة أيضا. في مارس 2008 عقدت القمة العربية في دمشق. قطر احتضنت المؤتمر، وقاطعت لبنان القمة سنة 2009. أما القمة العربية 22 فعقدت في سرت الليبية في مارس 2010، ولم تقاطعها أي دولة. دعا القادة العرب خلال قمتهم 23 في مارس 2012 في بغداد، والتي علقت فيها مشاركة دمشق، وحضر فقط رؤساء تونس والعراق والسودان والكويت وجزر القمر والصومال وجيبوتي ولبنان وتونس ورئيس السلطة الفلسطينية. في مارس 2013 عقدت أعمال القمة العربية في دورتها العادية 24 في قطر، والتي قاطعتها الجزائر ولبنان والعراق. وشهدت الكويت أعمال مؤتمر القمة العربية في دورته العادية 25 في مارس 2014، شارك فيها 14 قائد عربي. مصر احتضنت القمة العربية 26 في مارس 2015، غابت فيها سوريا وليبيا، لتحتضنها موريتانيا في مارس 2016، والتي لم تغب فيها أي دولة. أما سنة 2017 فعقدت في الأردن، والتي لم تحضر فيها سوريا بسبب تعليق عضويتها. رغم تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على عدم وجود خلافات بين القادة العرب من أجل تنظيم القمة العربية في الجزائر، غير أن واقع حال القمة ينبئنا بعكس ذلك.
فالاستجابة الهزيلة للزعماء لدعوة تبون لإقامة القمة وغيابات لرؤساء وملوك اعتبرها بعض المحللين نتيجة لموقف الجزائر الإقليمي الضعيف في المنطقة، خاصة إزاء تأزم الوضع في ليبيا ومشاكلها مع جارتها الغربية والتي اعتذر ملكها محمد السادس عن حضور القمة. غير أن هذا الأخير لا يعتبر الوحيد الذي اعتذر عن حضور هذه القمة، ليتأكد حضور كل من قيس سعيد وعبد الفتاح السيسي وأمير قطر ورؤساء كل من الصومال وجيبوتي والعراق وولي العهد الإماراتي، لتصبح هذه القمة التي تنبأ النظام الجزائري بأنها ستكون الأكثر مشاركة في تاريخها، غير أن الواقع جعلها الأقل حضوراً بعد قمة بغداد 2012، قمة يحاول من خلالها النظام ستر عيوبه وفشله في تسيير شؤونه الداخلية وتلبية احتياجات مواطنيه، والتي تقتصر على مطالبته بعيش كريم في ظل دولة القانون والمؤسسة، غير أن هذا الفشل الداخلي هو امتداد لفشل خارجي كشفته هذه القمة التي تعثرت قبل بدايتها.